متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة مناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية في عموم المناطق، باستثناء بعض المناطق في المنطقة الجنوبية الغربية حيث تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم: يسود طقس صافي بشكل عام، تتفرق بعض الغيوم، 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك طقس صافي 23 إلى 11، سكاكا 25 إلى 11، وعرعر 23 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 31 إلى 20، جدة 30 إلى 23، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف حوالي جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 20 إلى 11، أبها 22 إلى 10، وجازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 27 إلى 12، حفر الباطن 26 إلى 13، والإحساء 28 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 28 إلى 16، بريدة 28 إلى 12، وحائل 26 إلى 12 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.